بأن الـ 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 يعني أسباب والدوافع الداعية إلى هذه المقاطعة واضحة في حد ذاتها في البيان. يعني نعم هي بشكل أساسي تتمركز حول النهج الذي بدأت تنتهجه الهيئة التأسيسية مؤخرا، ربما هو ليس منذ فترة قريبة ولكن ربما ما يقارب السنة، بدأ توجه واضح إلى تكريس مبدأ المحاصصة ومبدأ الإقليمية بشكل كبير داخل الهيئة التأسيسية، وبالتالي وربما هذا ما يتضح جليا من النهج الأخير من حيث يعني سيطرة تيار معين، وهو بكل وضوح التيار الفيدرالي على أروقة الهيئة وعلى يعني على 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 ناصية الأمور داخل الهيئة. ربما أصبحت له الكلمة العليا على الرغم من قلة عدد هذا التيار، ولكن بدأت تتماهى معه الكثير من الأعضاء، وربما من تتقاطع مصالحه مع التيار الفيدرالي أطراف عدة بدأوا يتوجهون إلى قرار ربما مغالبة من حيث عدد الأصوات داخل الهيئة، وتكريس هذه المبادئ ربما لا يخدم الدولة الليبية وصناعة الدستور بشكل عام. ربما هذا ما يلمسه المواطن من حيث الذهاب إلى إقرار 3 عواصم و3 أقاليم وتوزيع حتى السلطات السيادية التي يجب أن تكون في مكان واحد من حيث باعتبار أنها تؤدي عمل متكامل إلى بين هذه الأقاليم الثلاث، وهم ما لم نرضى عليه في نهاية الأمر واضطررنا مؤخرا إلى المقاطعة. وهذا الأمر ربما لم يكن وليد اللحظة، كانت سبقته العديد من الخطوات ربما. طيب، الخطوات والتراكمات نتكلم عنها، ولكن في بيانكم ذكرتم بأنكم قمتم بجهد كبير لعل في تحقيق جملة من المبادئ، وصبرتم على الكثير من الضغوط. ما هي طبيعة هذه الضغوط؟ الضغوط كثيرة جدا صراحة، هي عراقيل تتعلق بالجو العام المحيط بأداء الهيئة التأسيسية لعملها. يعني أنت لا يخفى على أحد موضوع الانقسامات السياسية سواء من ناحية المؤسسي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذه المشاكل كلها أثرت على عمل الهيئة ولا سيما فيما يتعلق بالانقسام السياسي. صراحة أصبح كل طرف يتمترس وراء مطالبه، وأصبحنا أحسسنا بأننا يعني أتينا لكتابة دستور للأقاليم وليس لليبيا ككل، وبالتالي أصبح كل إقليم يتشبث ببعض المطالب بين قوسين غير منطقية. يعني حتى في التجارب الدستورية المقارنة وعلى ما درجت عليه كثير من الدول حتى التي عانت في حالات مشابهة مثل الحالة الليبية، سواء التي كتابة الدساتير بعد عقب ثورات أو اقتتال داخلي أو حروب أهلية أو حتى يعني حروب خارجية عندما أو حتى انقلابات، يعني لم تنهج هذه الدول النهج الذي سارت عليه الحالة الليبية حاليا، صراحة شيء مؤسف للغاية. يعني هل نقول فعلا هناك يعني توجه في الهيئة الدستورية يريد فرض ما يسمى بالمناطقية أو الجهوية؟ وهذا هو الموضوع، يعني صراحة هذا ما لمسناه في آخر المطاف، بدأنا نتحدث على أقاليم، ومع أن الهيئة لم تكن في السابق تتحدث على هذه التقسيمة، كنا نتحدث على دولة واحدة، على دولة موحدة، على دولة بسيطة تراعى فيها يعني مراعاة معالجة كافة المشاكل السابقة، خاصة فيما يتعلق بمسألة التهميش واللا مركزية ومحاولة التنمية بجميع أنواعها. لكن الأمر للأسف سيدي الكريم تعدى ذلك، تعدت المطالبات مسألة القضاء على التهميش ومحاولة توزيع السلطات اللامركزية توزيع أفقي بحيث تكون هناك أكبر كم ممكن من الصلاحيات على مستوى المحليات، أصبح الأمر يتعلق باقتسام جزء من الكعكة إنجاز التعبير. طيب.